أهلا بكم. في استمرار لمسلسل الحرائق الغامضة في المنشآت الإيرانية والذي بدأ منذ أواخر العام الماضي، غطت سحب الدخان الكثيف سماء طهران بعد اندلاع حريق كبير في مصفاة نفطية جنوبية العاصمة إثر اشتعال خطوط الطوارئ للغاز المسال بحسب ما أعلن مدير طوارئ طهران. العلاقات العامة في مصفاة نفط طهران نفت من جانبها وجود أي عملية تخريبية وراء هذا الحريق، فيما أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى تضرر نحو 20 مستودعا للنفط. هذا وشهدت إيران خلال الأسابيع الماضية عددا من الحرائق، كان من بينها حريق في مدينة الأهواز جنوب البلاد وآخر قرب مدخل مدينة بوشهر التي تضم محطة بوشهر النووية. وفي وقت سابق من اليوم غرقت أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية بعد فشل الجهود في إخماد حريق اندلع فيها ليلة أمس بالقرب من ميناء إيراني مطل على خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز. السفينة التي تحمل اسم الجزيرة التي تشكل محطة رئيسية لتصدير النفط الإيراني هي أكبر سفينة دعم لوجستي تابعة للجيش والبحرية الإيرانية، وكانت بحسب وكالة أسوشييتد بريس تقوم بمهام إسناد عسكرية وتحمل مروحيات حربية. وأشارت وكالتا أنباء فارس وتسنيم الإيرانيتين إلى أن السفينة التي غرقت بعد حريق نتج عن ظروف غامضة تمكن جميع أفرادها من النزول بأمان، إلا أن مصادر عدة أشارت إلى وجود عدد من الإصابات إثر نشوب هذا الحريق.